تبارك الله. عليكم السلام. شيخنا وقائدنا. حبيبي. هات تمسك بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الطعس الشديد ما شاء الله تبارك الله اللي بياكلهم أكل. كيف التصوير؟ 100 100. بالله؟ كيف عرفت 100 100؟ ها؟ كيف عرفت إنه 100 100؟ لا تشرب البيبسي حقي. أبو خالد يلا بطاريتي أنا فضيت حقت الجهاز ما شاء الله تبارك الله يا نبيل والله والله الطعس هذا مجرم ما يبغى أنا أعرف هذا الطعس هذا ما يبغى يتعرف على أحد ما يبغى يعرف أحد نهائيا اللي مقويه انه هنا فيه هبده وفيه هبده وفيه هبده وفيه هبده شفتوا شلون؟ فياخذ الباور ياخذه اخذ وهو ياكل سكينك واحد 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 على واحد على ما شاء الله لا قوة الا بالله تبارك الله بس 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 ارجع ارجع من تحت اعطيه الباور هذا من تحت اعطيت الباور كان جاب معك ارجع زي ما انت خلصنا من المرحلة حق تجروف السيل اللي هناك والان جينا هنا نطلع نجرب هذول ينطلقون كذا غلط يا اخي والله غلط اللي تسويه ابو الشباب وشوف نفسك بالكاميرا راجل راجل ما عليك منه ما تقدر توقف وهو طاير بعد بعد ريوز زي ما انت ريوز زي ما انت Thank you.
الشباب انزل انزل. وحش يا ما شاء الله تبارك الله. روح لا ترفع رجلك ليه؟ هاي ارجع. رفعت رجلك يا شنب حرام عليك والله. الله على هبدات. كفو يا شنب. وحش يا ولد. ماجد. نقسم كاميراتك يا شنب. ولد 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 يا رجل امسك الدبام. اخو العيال وغروا 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 ويتقدم ويجي المرحله الثانيه ما ادري ايش اللي طايح عنده قدام وغلق البنزين وياخذ الملهف والمنعطف طلع في الجرب سنه ثانيه بطل يكمل الدراسه. هلا بالفوتشينر هذا ما شاء الله شديد يا عيال. حطوا رجلكم يا عيال شو تستهونون في الطعس انتم. هاي عود من هنا. ما تيجي كذا ما تيجي يا شنب. هاي روح عنده دور ثاني ذا. كلموا ابو خالد يا شلنا الدواء واخذ السياره. والله وحش الان والطياره فوق هناك تقول لكم انا هنا. وحش روح روح والله من عندي تروح يا رجل. كفو نداوي كلمه على الجهاز الان قول له وخر. روح يسار يا شنب كفراتك مليانه. ابو خالد ابو خالد امسك امسك ان شاء الله. ابو حمد والله انك وحش يا ولد حرام الله انك كفو. والله بطل ان شاء الله لا قوه الا بالله. روح يا سلطان روح ما شاء الله لا قوه. الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما ابغى لا اسمع لا. وجيكم صارحيني. وحش يا ولد وحش يا ولد. روح يا شنب روح والله انك كفو يا ولد. ما قصرت والله ما قصرت. ولا الحصى ذاك من دان شيله من ونبيل جاكم واخر عنه. احلى يا ربكم ما شاء الله لا قوه الا بالله. روح يا رجل يا رجل صدام يلوح يلوح. ارجع ريوس. توك تحط لك مع خلهم اليوم يرصونه ابغى اشوف كيف يرصونه. والله رصتكم رهيبه. يلعبون شطرنج فيها شوف كيف. بس والله يا مبدعين مبدعين والله. شوف ايش يسوون هناك. ايش هذا مدخل من هناك ها؟ هاي تقدم ابو امين ما شاء الله تبارك الله. الله اكبر يا وحش الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيارتنا وين فيها يا ولد؟ انت شوف طيارتنا قول لهم وين الطياره يعني. طيب
طبعا الكثير بيقول لك يا ابو فيصل ما جربت انا، وانا اجرب بالله وانا اصور كذا ابو فيصل ما تقدر تطلع. الله يطلع الوحش بس فيه كذا شويه كذا شغله كتمه بسيطه كذا تمتص العزم كله. الله ابكيهم هنا، ابكيهم ابكيهم انا ابكيهم ولا ما ابكيهم؟ روح ابو البراء وقل علي تعال شوف الكفرات يا علي، انها الكفرات السليمه. هلا هلا بالرنقله. روح 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 تكفى، روح تكفى ارجع. يا ماجد كيف يا؟ تعرف لو جيت قدام هنا ما جب دربيك تحت. ايش الطلعة ذي اللي على هداوة يا فهد؟ وحش. طبعا في البداية يا جماعة الخير كانت صعبة، الآن السيارات سوت المسار حقها فطبعا هتكون سهلة جدا. صح يا شنب. طبعا اخوي صفق له فوق. طب ايش انا هم هيسمعوني في الفيديو راعي الاف جي اخوي اللي فوق صفق له. روح يا ولد. وحش يا ولد، ما شاء الله لا قوة الا بالله. فين طياراتنا يا ولد؟ ويجي الفتك، يتقدم الفتك ويتقدم الفتك وما ادري شو يسوي، ويكمل ويطلع من السنة الأولى ويروح السنة الثانية ويتخرج قدامه ويغش ويمسك المراقب. كما جو كما جو يسرق من اللي جنبه. ارجع يا طقمه. والله انا ولا شغل، ترى انا احش راعي خوينا ما احش الفتك، انا احش خوي خوي انا وياه اتفاهم. الفتك ما صنعته انا ولا الشغل. ايوه علمتكم. ويتقدم البليزر ما شاء الله قوه الا بالله ابو ابي. الله اكبر. روح الله اكبر. روح 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 يا بريك يا قاتلهم ودلع نفسك دلع نفسك. ما شاء الله تبارك الله. انزل يسار ليه توقف يضربوا فراوي. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ما هذا يا رجل؟ ايش ذا؟ بالك عزم من بعيد يا شنب، بالك من بعيد شويه. هذا ايش هذا؟ فين الطياره يا ولد؟ فينه؟ ما اشوف كذا، انا ما شفتها. واللاند ما شاء الله تبارك الله. اذا قدم اللاند ويا مدري بين نمره طالع. هو شكله باثنين واثنين ثقيل ويطلع في سنه اولى ويعدي سنه ثانيه ويمزي وفي مراقب هناك حمسكم ويرجع. يا اخو ها؟ عبد الرحمن القريقي خلاص يرجع اخوه. على مين؟ ويتقدم الربكون ويجي بسرعه وين؟ الله اكبر ما شاء الله تبارك الله. روح ويصدم المراقب ويعدي صدم. اثبت اثبت في مكان واحد يا شنب. ما شاء الله يا بيفندر. ويرجع يقولوا له هذا هنا في غش. انت مصغور يا شنب. روح 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 خلاص نقدم انزل لا توقف هنا. لا توقف انزل صغور هذا عادي روح على مالك بس لف يسار. الصخور هذه والله ودنا نشيلها. ويتقدم الفتك ثاني مره ويعيد الدور الثاني ويقول لهم انا اوريكم كيف اجيب النتائج. وشكله ما حيجيب نتائج. انا ما اشوفه
انا مالي شغل، انا اتكلم على صاحبي اللي جوا، انا وياه نتصافق هنا، الفتك مالي شغل، انا ما صنعتك. ما خله بالاخير هو يجي يتفاهم معاهم. وجا الجمس ما شاء الله تبارك الله. روح اسم ربان. ادعس. يا حيلي. يلا من سنة أولى. سنة ثانية، سنة ثانية، سنة ثانية. لا معاصي تطلع كذا. عشان تشوف بعدين في الفيديو يا شنب أنت منين انطلقت ومنين ما حطيت رجلك. رجعت غرز علينا هنا. أشر له قول له روح يسار. إيش ده مغردبة ذا؟ يلا روح. روح وما شاء الله تبارك الله الرام، الرام ينطلق. وحش يا لواء. والله وحش، والله وحش. الله أكبر. هو بس اللي جبته حلو ويدخل هذا ويدخل المرحلة الثالثة في الدور الثالث وبرضه نفس الحكاية. انا مالي شغل. تعال ارجع ورا، رجعوا ريوس، رجعوا ريوس. يا شرب طالع بيش انت؟ قل له طالع، اطلع يا اخي، اطلع ثالث ثقيل يا اخي. قل له طالع ثقيل ولا ايش؟ ما يرد عليك دايما هو معصب. دبل ثقيل بيش اي نمرة؟ قل له دبل ثقيل النمرة ايش؟ ما في باور. قول له ما شايف ما شاء الله تبارك الله. ريبوكون ثاني ولا مو ريبوكون؟ المهم رانجلر. انا ابغى واحد يجي شق شق كذا، مو بيطلع ويجي جنب. هلا ايش؟ لا لا لا، ما في كتمه، ما يمشي ما يطلع. تهبط طائرتنا بسلام وأمان، ما شاء الله ما قصرتي. كلم أبو خالد قول له طلع البقيات. البقيات طلعها بس خلي الجمس ينزل. لا لا لا، هذا يطلع الجمس كذا. يلا روح يسار، يلا وقف الفتك وطلع البقي. ما شاء الله تبارك الله يا بقي. الله اكبر. وحش يا ولد، ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعطيك خير ويكفيك شر يا رب. طلع البقي الثاني. البقي الثاني مطلوب. طلعوا لي الفتك ذا ولا اعطوني انا اسوقه. هو ابو رايد يمشي ويتقدم، ويا ويلك يا ابو رايد من اللي بيشوفونك في القناه بيحشونك حش عند الله خبر. انا مالي صلاح، انا مالي شغل. دفوه يا رب يطلع، ادعوا له. والله طلع والا الله، وزحف جنبه واسكل مراقب عند المبنى. واسكل مراقب عند الصرفه، واسكل مراقب. تضحك انت ليش تضحك؟
والله كان مجلس المراقب كان يتوضا ويوم شافه جاي طالع وقف عندنا قال اقعد هنا محلك. بدك راح فيها بدك والله ياكلونك في القناه اخو العيال. قررتنا هنا وين فيه؟ والله هينك جبن. ايه جبن خلنا نحول يلا عشان صلاة. ومع هذا التاهو ما شاء الله تبارك الله. روح يا رجل وصدام يلوح لك بانك انتصرت. اها ورا وقف. افا ليه ضرب فرامل؟ وبكذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كما بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم. نستودعكم الله من ذهبان إلى أن نلتقي إن شاء الله الجمعة القادمة. حتى الآن ما حددنا فين. تابعونا على السناب، سناب أبو فيصل موجود في وصف الفيديو، ونزلت في وصف الفيديو هنا حتلاقي رابط يوديك على السناب. تابع في السناب حتى تعرف فين التوجيه، حتى فين تعرف الجمهور هذا متواجد مع قناة رواد بحرة. من ذهبان نحييكم ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.